شوف انا سمعينا ربحتك لا ولا هذه خليك انت خلا خلي انا خلي دير ستاج انا جيبيني ولد احسن منك وتزابلني غير هكا دابا ولا خاطر صافي صافي لا انا عكسك يا نوال سلسلة الكوميديا اتساع في الخطر هو الدور ديال ربة أسرة واحد الأسرة مغربية المجتمع المغربي أسرة بسيطة ربة الأسرة عندها واحد الحلم كبير بالنسبة لها هو أنها تزوج بنتها خلال السلسلة اللي هي 30 حلقة كنعيشوا التحضيرات للعرس اللي غيكون في الحلقة الأخيرة خلال هذه التحضيرات العرس كل مرة كيوقع لها شي مشكل ولا كيكون شي عائق باش توقف العرس ديالها وهذا شيء بالنسبة لها مصيبة كبيرة لأن كما قلت حلم كبير أنها تزوج بنتها دونك خلال هاد الأحداث اللي غتوقع كنشوفوا التفاصيل الصغيرة اللي كتعيشها أسرة مغربية البسيطة والتطلعات ديالهم وهادشي كل شيء بطبيعة الحال في قالب كوميدي أنا بجوج الصراحة بجوج إذا ما اللي كيعرفني الحياة العادية اللي كيعرفني قريب مني بزاف كيعرف هاد لو بروفيل ولا هاد الجانب ديالي الحس الكوميدي اللي فيا وزعما والاغلبيه المخرجين اللي تعاملت معهم كيشوفوا فيا بانني انا ممثله ديال الدراما ديال التلفزه المغربيه هذا شيء جميل انني نكون زعما مثلت في الدراما بزاف ولكن عندي واحد الجانب اللي ربما اكتشفوه القليل من الجمهور خلال الاعمال لاني كنت كنكون في سلسلات كوميديا كضيفة شرف هذه المرة هذه أول تجربة عندي 30 حلقة ودور البطولة هذا السؤال هذا سألته سابقا وبغيت نقول بأنني بالعكس أنا دائما ملي كتعطيني أدوار كتعطيني أدوار اللي كتأثر وهذا بالنسبة لي مهم بزاف وكنعتبره دائما دور بطولي مع العلم أن مؤخرا جميع المسلسلات اللي كاينه مؤخرا فهي كترتكز على بطولات جماعية كالأعمال مثلا اللي خدمت فيها لبنات للمنانة ولا سر المرجان ولا الدنيا دوارة ولا هذا العمل الآخر من إخراج المخرج مراد الخوضي اللي هو بيا ولا بيك كذلك هذا العمل هذا دونك هذه بطولات جماعية وحتى لو ما كانش عندي بطولة فأنا بالنسبة لي مش هذا هو الهاجس ديالي فعلا وأتكلم بصدق الهاجس ديالي هو يكون عندي دور مختلف دور اللي كيأثر يعني ما يكونش دور عادي مرور الكرام لا دور اللي كيأثر دور اللي نتحدى فيه نفسي ونتحدى فيه الإمكانيات ديالي ونكتشف راسي ونخلي الناس يكتشفوني من خلال لون جديد إلا كتشوفيني جميلة شكرا بزاف ما عندي حتى شي زعما صراحة باش نقول لك كندير الكريمات ولا كندير هذا لا داكشي عندي أنا فريمون بسيط و ماشي جميلة بزاف عندي حقي من الجمال كنحمد ربي ونشكره ويمكن شي ناس زعما القلب إلا كان مزيان راه ربما سا غفلات سوغ لو فيزاج دوكو الناس كيشوفوك بأنك مقبولة ولا محبوبة وهذا زعما شي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى كنحمدو ونشكره عليها بغي نقول على هذا العمل ايضا هو انه زعما شيء جميل اننا نلقوا في هذا العمل كوميدي نخبه كبيره من الفنانين الاكفاء اللي عندهم هذا الحس الكوميدي وكذلك مخرج كبير جدا اللي انا هو صديق ديالي منذ زعما زمان ولكن اول مره كنخدموا انا وياه في شي عمل مده طويله
كنحييه من هذا المنبر، وهو عارف الى اي حد انا صديقه في هذا الكلام ديالي، كنحييه على الاستماته ديالو في هذا العمل، في الاعمال كاع اللي كيقوم به، على الهوس ديالو، على انه ما كينعش بكثره ما هو باغي يشيرش لو بيرس لا بيرفيكسيون، يعني باغي العمل ديالو يوصل للناس بشكل زوين. زعما قليل كاين المخرجين الحمد لله بحالو، ولكن بهذا الشكل اللي هو يعني كي بحال شي واحد كتقولي مسكون بالفن، فهو مسكون بالفن. انا شفته في هذا العمل هذا، ما كيهضر غير على هذا الشيء، وكيهضر على بيرسوناج، واحد التفاعل كيفاش كيتفاعل مع لا سيكونس، كيفاش كيضحك، كيفاش كيقدر شي مرات ينزل الدموع فريمون. وكنشكر ايضا جزيل الشكر شركه الانتاج، لانه وفرت لنا جميع الظروف جميع الامكانيات باش نكونوا مرتاحين. رائع جدا يعني، هنا ملي كتدخلي لهذا الاستوديو هذا كانك في دار. انا كنقول لهم اللي تسالي وغيخرج عفاك وعطيني الصوارت، لان فريمون ما نقصت حتى حاجه. دار جميله جدا، مؤته بزاف، الانتاج مزيان، ما خصنا حتى شي حاجه. وهذا عامل مهم، لانه ملي كيكون الممثل مرتاح فهو كيعطي احسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.